السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير. اليوم ان شاء الله في القناه ديال شهيوات مريم ان شاء الله غادي نقدم لكم صفه بريستيج بالسمان وبالبيض ديال السمان. هنايا السمان عندي هنايا 4 ديال السمان، كنديروه في الخل والماء وكنغسلو مزيان، من بعد كندير له الحامض والسكينجبير والملحه، من الاحسن الملحه الغليظه، وكنغسلو مزيان، كنخليه مرقد ساعه ساعتين على حسب، كنغسلو عاود مزيان وكنسقطروه وكيولي واجد لهذا يعني، وكنقلبوا له الداخل ديالو. دابا يكون باقي فيه عليا، دابا يكون باقي ديك العنيق، ديك الخيط ديال العنق اللي تيكون. المهم نغسلوه مزيان، بعدو كنسقطروه، ضروري تسقطر. وهذا دابا واجد ان شاء الله للطياب. عندي هنايا السمان كما قلت لكم، عندي هنايا واحد شويه ديال الزبيب، هنا عندي جوج بصلات كبار، وهنا عندي بصله محكوكه كبيره باش غادي نشرمل بها السمان في الاول. بالنسبه للعطريه عندي الخرقوم، البزار، سكينجبير، والقرفه غبرة، والقرفه عواد، القرفه عواد، وعندي واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال السمن، وضامه ديال الزعفران شعره. عندي الملحه، ضروري الملحه، وعندي هنا زويته مخلطه بين الروميه والبلديه. غادي نحتاج شويه ديال الزبده، غنحتاجها في التفوار ديال السفه في الاخير، غنحتاج هذه الزين، غنخليها هذه حتى الزين في الاخير. وبطبيعه الحال هادشي كامل غنحتاج الشعريه ديال السفه، الشعريه ديال السفه البنات كلشي كيعرفها، لي شيزودونج كتكون على هذا الشكل. هذا هذه اللي عندي هنا واحد نص كيلو. وبالنسبه هذا الشيء ديال الطياب ديال الدجاج ديال السمان، بالنسبه للتزيين غنحتاج البيض ديال السمان مسلوق، هذا غنبقيه ان شاء الله. عندي هنايا اللوز محمر منقي، مسلوق ومنقي ومحمر في الزيت. عندي هنايا شويه ديال اللوز ايفيلي، عاد غادي نحمرو اللوز ايفيلي، عاد نحمرو شويه في الفران. وعندي هنايا الحليب نسلي كونسونطري، يعني حليب نسلي غنحتاجو حتى هو. وهنا غنحتاج شويه ديال السكر الثقيل، لي ملي غندير حليب نسلي ما غندير غير شويه ديال السكر كلاصي، ما غنحتاجش بزاف. وهنا عندي الزبده كما قلت لكم، طرف ديال الزبده غنحتاجها في التفوار. دابا اول حاجه اللي غادي نديرها ان شاء الله غادي نشرمل هذا السمان، غادي نشد البصله اللي حكيت، غادي ندير فيها هنايا، نقربهم شي شويه، غادي ندير البصله. دائما طريقه البنات ديال السما ديال الدجاج بصفه عامه، ملي كيكون مزدود هكا حتى محلول تنديرو انا هاد الطريقه هذه. غادي ندير شويه ديال السمن، شويه ديال السمن غنديرو، وغادي ندير شويه ديال العطريه، عندي سكينجبير، شويه ديال السكينجبير هنايا نص معلقه صغيره، ندير شويه ديال الخرقوم، عاد غندير شويه مع البصله في الكوكوت، غندير شويه ديال القرفه مطحونه، وشويه ديال البزار، ندير شويه ديال البزار، غير شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه هنايا، شويه هكا ديال الملحه، غندير شويه ديال الزيت، وغندير شويه ديال الخرقوم، ها ديال الزعفران، ضامة الزعفران ديال الإشارة، غادي نبدا نخلط على هذا الشكل. هذا هو اللي غادي الشرمولة اللي غادي ندير للسمان، نبدا ندخل فيه ديك البصلة، ندخل فيه البصلة هكا مزيان، ندخلو فيه البصلة باش كيجي لذيذ.
البصله كتجي لذيذ فاش كتعمر هكا صافي. دابا غنخليه على جانب من بعد ما نشرملتو كما كتشوفوا مزيان. دابا نخليه على جانب وغادي ندوز للصفه. هنا غادي ندوز للشعليه ديال الصفه. انا غادي ندير فيها غير الزيت غادي ندير فيها الزيت تقريبا نص كيلو. غندير فيها واحد جوج معالق كبار ديال الزيت. الاول كنديروا لها غير الزيت من بعد كنحطوها في الكاس كتفور كتطلع فيها التفويره مزيان عاد كنديروا ليها الماء والملحه. دابا غير الزيت كما كتشوفوا كنبسوها مزيان بالزيت هكا. صافي هانتوما كتشوفوا الزيت كدير بها الزيت هكا. دابا غادي نديرها في الكسكاس كوكوت. غادي نجيب الكوكوت غادي ندير فيها البصله اللي قلت لكم جوج بصلات كبار مقطعين هكا. غادي ندير شويه ديال العطريه اللي درت نيت. غندير هاد العود ديال القرفه وغندير هاد السمن وهاد الطريف ديال الدامه اللي بقالي. هنا غادي ندير البزار شويه ديال البزار غير شويه شويه الجبير. غادي ندير الخرقوم البلدي البنات اللي مطحون وغادي ندير شويه ديال القرفه بودر شويه ديال القرفه. صافي دابا غندير شويه ديال المليحه ندير شويه ديال الملحه. ندير شويه ديال الزيت هنا عندي الزيت مخلطه بين البلديه والروميه. صافي غادي نخلط هاد البصله هكا وغادي نحط عليها السمان. غادي نحط السمان دابا غادي نحطو يتشحر هاد السمان مزيان غيتشحر مع العطريه مع الزيت ومع المليحه وبصيله. ملي تهبط البصله غادي نمرق عاد نرجع معكم باش غندير السفه في الكسكاس. ها انتما البنات بعد ما تيتشحر كيتشحر هكا تشوفوا ديك البصله نزلات. ديروا شويه ديال الماء باش ما يتحرقش لكم العطريه. ها انتما كتشوفوا تشحر تشحر مزيان على خاطرو. دابا غادي ندير الماء يطيب وحنا ما نحتاجينش بزاف ديال المرق بالنسبه للصفه لان كما كتعرفوا الصفه غادي نديرها غادي نديرها بالنسلي وبهذا ما كنحتاجوش نحتاجو غير الدغميره فقط. صافي غادي دابا غادي ندير الكسكاس. الطريقه ديال الكسكاس انا كندير فيه ما كنفوتش فيه ثلاثه ديال التفوارات البنات. المهم كنشد انا كاس كنديرو في الوسط هنايا الطريقه باش كنفور كنديرو في الوسط هكا وكنحط عليه الكسكاس على الشكل وكندير الصفه. يعني غنتسنى دابا حتى يغلى الماء يغلى مزيان ملي طلع التفويره طلع عاد نحط السفه في الكسكاس. وهانتوما معايا ان شاء الله. دابا البنات غادي ندير السفه غادي نديرها في الكسكاس بعد ما طلعت التفويره ديال بعد ما غلى ديك المرق اللي درت. دابا غادي ندير السفه تفور غادي نستعليها حتى تفور مزيان تشد فيها التفويره عاد نرجع ان شاء الله باش نديرو فيها نسقيوها بالماء ونديرو لها الملح. ها انتما البنات من بعد ما تفورات التفويره الاولى مزيان دابا خديت ديت كاس بحال هكا درت فيه معلقه ديال الملحه عامره غادي ندير معاه الماء طايب. غادي ندير معاها الماء طايب بحال هكا وغادي نسقي بها هاد
هاد الصفه هادي ضروري الماء طايبه البنات. لو بغيتو ديروا ليها ثلاثه تفويرات تفور لكم. الا كانت في ديك الكسكاس غادي تبغي لكم واحد 4 حتى 5 ديال التفويرات. الا درتو الماء طايب يعني واحد 4 ديال التفويرات الا كان الماء طايب غادي تفور لكم مزيان. انا هنا كنحتاج ندير لها غير ثلاثه ديال التفويرات. المهم ما تخافوش من الماء سخون. غادي تشرب القياس والقياس غادي يبقى ما غاديش تعجن ولا شي حاجه. هي ديك الاول اللي خصكم تخدموها هكا في الاول ضروري ديروا لها الزيت في الاول. هذيك الطريقه ديال الزيت الاول ملي كتصور به كتشد راسها مزيان يعني ما تخافوش تعجن لكم ولا شي حاجه. ها انتما كما كتشوفوا هنا عندي الماء، ها انتما الماء عندي ها هو. دابا غنخليها هكا فيه نيت غادي تشرب وغادا نديرها في الكسكاس عاود تفور التفويره الثانيه. غادي نزيد معاها الزبيب، غادي ندير الزبيب دابا. المهم البنات المرق كتبقاو تزيدوه بشويه بشويه. عندك شويه ما تزيدوش المرق، تزيدوه بشويه بشويه. دابا غندير دا شويه ديال المرقه الماء سخون باش تفور لي التفويره الثانيه والثالثه. ودابا غادي ندير الكسكاس. غادي نحط الشعريه اللي درت ليها الماء سخون في الكسكاس تفور التفويره الثانيه ونرجع معكم ان شاء الله في التفويره الثالثه. بعد ما حيتها من الكسكاس وزدتها الماء سخون كتجي ها انتما كي تجي كتولي ها انتما دقه جات التفويره وحده كافيه. من بعد غادي نتلقاو باش ندير ليها ان شاء الله، غادي ندير ليها الزبده وغادي ندير لها السكر الثقيل شويه وشويه ديال الحليب نسلي وغادي نخلطها باللوز ان شاء الله. اللوز غادي نطحنو وغادي نخلطها باللوز والقرفه وانتم معايا ان شاء الله غادي تشوفوا الطريقه ديال التقديم ديالها. المهم راه دابا غنزيدها تفويره وحده فقط انتما كما كتشوفوا راه ديجا راه طابت وخاصها تفويره وحده مزيانه تفويره صحيحه وصافي. دابا راه ما درت لها حتى شي حاجه، درت لها غير الماء وست شويه ديال الملح انا جاتني ناقصه. نتوما ذوقوا الا كانت ناقصه زيدوها. المهم هادشي اللي درت ودرت لها الماء سخون. ضروري الماء سخون البنات باش دغيا كتفور لكم. وان شاء الله ملي غادي نتفور التفويره الثالثه ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما البنات، هانتوما البنات من بعد ما طابت الشعريه ديال السفه كطيب يتختر شويه. دابا زدت عليها واحد 50 غرام ديال الزبده غنديرها هي في الكوكوت. علاش؟ لان الزبده باش تذوب خاصها ضروري هكا تدار مع مع السفه باش نتفاداو اننا نديروها من بعد ما نحيدوها من الكسكاس غادي تبرد معها مزيان. شتي ملي كطيب البنات كي تجي اوكي كطيب هكا ملي كطيب كتولي على ما يختار ليا المرق شويه. وغادي نرجع معكم ان شاء الله في التقديم. ها انتما البنات المرق كي تجي ملبيه كما كتشوفوا كتولي خاطره بحال هكا. هذه دابا هي المرق ديال الشعريه السفه ضروري خصها تكون هكا ما تكونش خفيفه. المهم ان شاء الله دابا غنجيب الشعريه من بعد ما طابت غادي نحيدها من الكسكاس. شويه ديال القرفه ديجا كاينه قرفه في المرق وغادي ندير شويه ديال السكر الثقيل. ندير شويه ديال السكر كلاصي غير شويه هكا. وغادي نزيدها باش مابقاش نحرك ونعاود غادي نزيدها الحليب شويه ديال الحليب نسلي جهد هكا معلقه كبيره صافي. هذا هو الجهد. غادي نخلط نسج مزيان هادشي وغادي نزيد هنايا اللي طحنتو اللوز اللي طحنت حتى هو غندير الكميه حتى هو غنخلطو مزيان. نقول لكمش كي تجي هاد السفه البنات كتجي رائعه. ديجا عندك شي ضيف عزيز ولا بيناتكم ولادكم ديروها راه كتجي كتحمر الوجه. نزيد نكمل هذا اللوز اللي عندي كامل نخلطها مزيان صافي.
بعد ما خلطتها مع ديك القريفه مزيان غنقادها دابا في الطبسيل. غادي نقادها في الطبسيل على هذا الشكل. المهم دغيا تزربوا لان باش ما تبرش، لان الحاجه ملي كتحط سخونه كتسكال على الحاجه البارده. نقادها على هذا الشكل. ندير السمنة هكا من الفوق. غندير المرق من الفوق، ندير المرق اللي مغمرة، ندير من الفوق المرق هكا. علاش قلت لكم تكون ثقيلة؟ لأن حنا ما عندناش غرض بالشعرية تجي هكا، داك الدغميرة كتجي زوينة من الفوق كما كتشوفو. الطغميرة كتجي من الفوق بحال هكا، كتجي لذيذة. غادي دابا غنجيب البيض السمان غنبدا نزوق به. نزيد شويه ديال البيض السمان، غادي نديرو من الفوق على هاد الشكل، وندير لوز إيفيلي من الفوق. الفوق على هاد الشكل هدا صافي. هادي هي الصفة ديالنا ديوم، نتمنى تعجبكم. صافي هذه هي الصفه ديال اليوم، صفه بريستيج، نتمنى تعجبكم. من بعد ما طابت الصفه بريستيج كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها لوليداتكم ولا لضيوفكم. الى هنا كتنتهي الحلقه ديال اليوم، شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء مع شيوات من شيوات مريم.